السلام عليكم ورحمة الله. الوصفة ديال اليوم سهلة جدا سهلة، وهي مثلجات بالشوكولا بطريقة سهلة جدا بعناصر متوفرة في كل بيت. ولا نستعمل في هذه الوصفة لا شانتيي ولا البودرة الخاصة بالغلاس. إذا نمر إلى المقادير وطريقة التحضير. اهلا بكم مجددا. اذا المقادير ديالنا، عندنا 1 لترو ديال الحليب، عندنا 1 فلون بنكهه الفريز او الفراوله، وعندنا 1 فلون بنكهه الفانيليا، عندنا ما يعادل 8 معالق من السكر الخشن او 6 مكعبات من السكر الشاي، وعندنا بعض القطع من الشوكولا لتغليف المثلجات ديالنا او الايس كريم ديالنا باش نغلفوه باش يجي بحال الايس كريم اللي كيتباع في المحلات الكبرى، لما لا نمتعوا الاطفال ديالنا باشياء مصنوعه في المنزل. اذا نمر الى طريقه التحضير. اذا نمر الان الى طريقه التحضير، غناخذوا الحليب ديالنا، غنغليوه نصف، غنعمر فيه اللي بنكهات الفراوله، النصف الثاني اللي بنكهات ديال الفراوله. دمدوا على بركه الله. إذن نقوم بوضع الحليب على هذا الشكل، سوف نستعمل فلان أو بودرة الفلان بالنصف لتر الأول. نخلط جيدا بهذه الطريقة. ونضع معه 3 مكعبات من السكر. غادي نعملو على النار ونرجع لكم. هذا ديال الفانيليا، نفس الشيء غنعملو ديال الفريز. اذا غادي نعدلو ديال الفريز الان، غنكمل المولات ديالي ونرجع لكم مع ديال الفريز. اذا الان غادي نمروا للفلون بنكهه الفريز. اذا كنخلطوا بهذه الطريقه، كنعملوها على النار، غنعملوها على النار ونرجع لكم. غير يغلى كنطفيو عليه، نخليوه يبرد عاد كنعمروا المولات ديالنا. اذا وصلنا الان الايس كريم ديال الفريز، نفس الطريقه خليوه يدفى شويه، نعمروه في المولات ديالنا على هذا الشكل ونعملوه في الثلج. اذا اعزائي، بعد ما برد لينا المثلجات ديالنا، بردت، غادي نسيحوا الشوكولا ديالنا، نديروها في واحد الكاس بحال هكا باش نقدروا ندخلوا الشوكولا ديالنا وتتغمس. اذا باش يتزال بسرعه كنعملوه في ماء سخن عندي و كندخلو الشوكولا على هذا الشكل. هذا كيجي نص شوكولا هذا الشكل. كنسلوه وكندوزو الليمون الاخرين.
إذا المشاهدين الكرام، هذا هو الشكل النهائي ديال الكراس ديالنا ديال فريز الباني بالشوكولا. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، او المثلجات او البولو كيف ما كنقولوا له بالعاده. كنتمنى هذه الحلقه تعجب اطفالنا الصغار، كنتمنهم نكونوا ديما كنوجدوا ليهم الحاجات اللي كينالوا اعجابهم. فجهائل والمذاق رائع جدا. اذا غادي نخليكم ان شاء الله مع وصفه اخرى تنال اعجابكم وتنال اعجاب الاطفال ديالكم اللي هما اطفالنا الاعزاء، اللي كيعجبنا نعملوا لهم الاشياء اللي كتباع في الزنقه بحال في الدار. هذه وصفه جد سهله جدا بدون بودره شونتي ولا بودره الكلاص، كيجي بحال لي كلاص ديال 3 دراهم باش نكونوا عارفين، وراه الوليدات كيعرفوه ومشهور بزاف لي كلاص ديال 3 دراهم. اذا نخليكم مع وصفه اخرى اقتصاديه سهله جدا تعجبكم تعجب العائله ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله، في امان الله.